أهلا بكم، تتابعون معنا الليلة في الأخيرة. اغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني في طهران، وإيران تعلن تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية منها إلى القدس، وذكرى معركة سيف القدس، حيث تعلن الفصائل الفلسطينية أنها ستتصدى بحزم لمسيرة الأعلام الإسرائيلية المقررة بعد أيام. وهنية يؤكد أن المعركة انتقلت إلى الداخل الإسرائيلي إلى أوكرانيا، ويوميات الحرب الأوكرانية هناك، واستمرار الهجوم والاجتياح الروسي للشرق والجنوب. مواضيع أخرى من ليبيا، تونس، مصر وغيرها تابعوها معنا 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت القدس، على شاشة التلفزيون العربي والبث المباشر على اليوتيوب. معي أنا رول حيبر.